اهلا، مسا عليكم. معاكم يوسف احمد، والنهارده حلقه جديده. وكل سنه وانتم طيبين. العيد بكره والنهارده الوقفه. انا حاليا في مدينه وارسو في بولندا، وبالمناسبه العيد قررت ان احنا بكره انا واصدقائي نعمل حفله شوي. فانا دلوقتي رايح اشتري اللحمه من عند جزار بيبيع لحمه حلال. فبالمناسبه الجزار ده جنب المطار، لو انتم سامعين صوت الطياره، والمطار الناحيه الثانيه هنا. فانا دلوقتي رايح عند الجزار، ويلا نشوف اللحمه اللي عنده شكلها عامل ازاي. دخلت سالت اذا كنت اقدر اصور جوه ولا لا، والناس كانوا بصراحه ظراف جدا. فتعالوا نشوف جوه المحل في ايه، لان هو المحل فيه تفاصيل كتير جدا. الجزء بتاع البقاله، لان هو المحل مقسوم نصين، نص البقاله دوت ونص الجزاره اهو. فانا اصلا الهدف الاساسي اللي انا اشتري من الجزاره لحمه، واللحمه شكلها تحفه جدا جدا. ثانك يو، هاف ا نايس داي. والله المحل تحفه، اسعاره شويه غاليه يعني طبعا مقارنه بالاسعار اللي في مصر، بس اللحمه نظيفه جدا. والمفروض ان انا دلوقتي اروح ادور على موقف الاتوبيس، اللي هو انا ما اعرفش هو هيبقى فين، علشان اروح. بس تجربة ظريفة جدا، الناس خدمتهم ظريفة، ناس فاهمة كل حاجة، بيتكلموا بقطع اللحمة، عارفين كل التفاصيل. يا عم مش ضليع يعني قوي في قطع اللحمة وكده، بس بصراحة هم كانوا ناس محترفين. وقلت لهم انا عايز اعمل كذا كذا، قالوا لي دي احسن من ديت، دي مش عارف ايه. فناس محترفة يعني. والنهارده يوم 31، اول يوم العيد، جبت حاجات للتتبيل. فيلا بينا نشوف هنتبل اللحمه ازاي، وكمان بالظبط ساعه ونص انا رايح اقابل اصدقائي في البارك. فتعالوا نشوف بقى هنتبل ازاي ونشوي ازاي، واليوم هيبقى ماشي ازاي. فهطلع فوق في المطبخ واوريكم بقى هعمل صوص طحينه ازاي، واتبل اللحمه وكل حاجه. فيلا نتابع مع بعض. انا حطيت اللحمه في الفريزر ساعتين، فزي ما انتم شايفين كده ايه، شمعت شويه كده. دي تبقى احسن في الشوي يعني، ان هي تخلي اللحمه كل انسجتها تكون بردت. وبصل وفلفل ملون وشويه توابل هقول لكم عليها. ويلا نبتدي التتبيل بتاعنا. طيب هنبتدي نعمل ايه؟ نحط البصل في الكبه هنا، ماشي، ومعاهم الفلفل الرومي الملون، واحط فلفل اسود، واحط جوز الطيب، واحط بابريكا عشان تدي لون شويه، بابريكا حلوه اللي هو الفلفل الحلو المطحون، واحط شويه زعتر، وروزماري، وهحط شويه صويا صوص، واحط دبس رمان بس بعد ما اطحن الاول الحاجات دي. ومش هحط ملح علشان ما تخليش اللحمه تصفر ميتها، الملح هيتحط واحنا بنشوي على طول. فده كده منظر الخلطه. تمام، هنقدر بقى في الحالة دي نحط صويا صوص، وهنحط عصرة ليمون. نفضي التتبيله، مفيش ملح، تمام، هي بس بصل والحاجات دي كلها، علشان الفكره في الملح اللي احنا مش عايزين نغير اسمه ده، نخلي اللحمه تصر ميتها. واللي مخليني كمان اعمل التتبيله دي قبل الشوي بحوالي ساعتين، اللي انا مش عايز اغير طعم، بس عايز اتبل اللحمه خليها بس تاخد نكهه. ونبتدي من ايه، ندمج اللحمه بالتتبيله. وجبت برضو عيش تورتيلا
وبتنجان، ودولت هي ديت هتتشوي، والعيش التورتيلا دوت اللي هو زي العيش الابيض بيبقى تحت الايه الحاجات لما تتشوي، فيبقى ايه طعم الحاجات الظريف كلها مع بعض، وده للشوي. فدلوقتي في نقطة مهمة جدا، هنعمل طحينة وصوص مستردة علشان الشوي، وعلشان كمان الطحينة تنفعنا مع البابا غنوج. وادي حاجات صوص الطحينة: خل، ليمون، ملح، لبن، زبادي، فلفل حراق، كمون، واكيد الطحينة، وربع فص ثوم، والفص كبير شوية اهو، فده يعني تلته بالظبط. خلاص، فدي كده المكونات. تعالوا نشوف هنعمل ايه بالظبط. الثوم اهو، هنحط طحينة، و هنفرمهم مع بعض فرم كويس جدا علشان نضمن ان الثوم اتفرم كويس. نحط شوية لبن عشان الطحينة قليلة. اتأكد ان الثوم اتفرم كويس، مش شايف له اي اثر. نزود بقى زبادي، ليمون، حط ليمون ما تخافوش، انا بحب الطحينه يبقى عليها مثلا نص ليمون ولا حاجه، ملح، خل. انا بحب استخدم خل التفاح، اللي عايز يستخدم اي خل طبعا عادي، وشويه فلفل يدي بقى ايه شطه تدي سبايسي، وكمون، ونطحن تاني. وتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. انا بحب الطحينه يبقى ده القوام بتاعها، يبقى تقيل كده. وهنخش دلوقتي على الصوص الاخير، وهو صوص المستردة. فالمكونات: مستردة، عسل نحل، شوب وصوص باربيكيو. هناخد معلقة مستردة، وحوالي نص معلقة كبيرة عسل، شوية صوص باربيكيو، شوية كاتشب، تحفة. بس أعتقد عايز شوية زبادي علشان طعم المسترد ده حامي شوية. فالزبادي أو منتجات الألبان بتحافظ إن بتقلل من قوة الحاجة. ممتاز، صوص جبار، سويت اند ساور شويه، وكده احنا جاهزين، وحاجه الشوي جاهزه اهي. ودلوقتي رايح البارك وهنتقابل انا واصدقائي، المفروض في حد منهم هناك وهو اسمه رضوان، هو من سوريا، والمفروض نور برضه هتيجي قريب، ونور برضه من مصر. والغريب بقى في الموضوع حاجة غريبة جدا، اللي احنا التلاتة خارجين معهد سينما بس اقسام مختلفة وسنين مختلفة. يعني انا اتخرجت 2015 قسم تصوير، نور اتخرجت انيميشن تقريبا 2013 او 2012، ورضوان اتخرج 2011 2010 قسم اخراج. وكلنا اتقابلنا هنا في بولندا بالصدفة البحتة جدا، وسبحان الله فعلا زي ما بيقولوا كده الدنيا ايه اوضتين وصالة. اهو محطة الترام الأخيرة، والمفروض الحديقة على بعد حوالي 500 متر من هنا. ف
فيلا بينا نروح ونقابل رضوان. ودي رضوان اهو. رضوان 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 مية مية اهو حبيبي. حبيبي كل سنة وانت طيب. تشيش بينكنا. الشوي ايه والحاجات؟ لسه ما ابتديتش، لسه مستنيك. مستنيني ماشي. مستني. ده انا عامل احلى دلع. بقى نشوف نتدلع يابا. يلا بينا. خلينا نروق الجو النهارده جميل. جدا. يعني مش حر قوي ومش برد. يعني 20 استبني تمام. حلو قوي. جميل. دلوقتي بقى هنبتدي بقى نتبل الفراخ عشان في ناس هنا ما بتحبش اللحمه، فهنتبل الفراخ بنفس تتبيله اللحمه اللي انا عملتها اللي انا وريتها لكم. فيلا بينا نبتدي علشان الشوي بقى. طب فين ادوات الشوي يا نجم؟ اهو انا جايب حاجه اسمها جريل يد نار عزوبة. ايوه ده الجريل ده يا باشا. بصوا يا جماعه، يد نار عزوبة يعني لمره واحده، فانا ما اعرفش ازاي هتستخدم، بس هو من الواضح ان هو سهل الاستخدام اهو. هنولع تحت فيه شبك كده. فيه كل حاجة. كل حاجة مظبوط. فيلا بينا نجهز التتبيل بتاع الفراخ. بولع بسرعة يعني عارف؟ يلا بينا. مش عايز بنزين، مش عايز أي حاجة، مش عايز نفخ. التكنولوجيا حلوة يا جدعان. التكنولوجيا متقدمة. وجبت لك يا رضوان بقى عشان ناكل بقى كده شوية فاكهة كده. هيبوس يا راح تكيف. بص بقى التوت البري يا جماعة. أنا مش عارف أصور في البتاع ده بس صباح الجمال يعني. توت بري يا جماعة زي الفل، حاجة عناب. واحنا على فكره يعني انا شايف هناك في حاجه الحلوه انه الناس اللي بتيجي بتشوي هنا، انت بتعرف يا يوسف، بيخلوا الجريل بتاعهم للناس اللي ايه هتيجي. واو. انا ممكن نجيب الجريل اللي هناك كمان نستخدمه لو ايه. وادي البتنجان يا جماعه اهو اللي هنعمله بابا غنوج على الفحم، وهنبتدي نلف بورق فويل بحيث ان هو ايه ما ينزلش المايه بتاعته في الايه في الشوي. بتصور عمو بس هي فكرة الفويل ان هي تحمي شوية البتنجان ان هو ما ينزلش ميته في الشوي، وفي نفس الوقت نعرف نمسكه ايه من اي حتة كده عشان ما يتسعناش. وجبت ملح علشان انا ما قلتلكوا ان انا ما حطيتش ملح على اللحمة. وادي تتبيلة اللحمة. بصوا بقى يا جماعة الجمال بقى، بصوا بقى. لا الراجل مزعل الدنيا. شايفين؟ وجبت بقى ايه؟ الحلة. جبت حلة فاضية علشان نحط فيها بقى ايه تتبيله الفراخ اللي هناخدها من تتبيله اللحمه. فيلا بينا نعمل ده. هات السكينه. اتفضل يا باشا. وها قد نور اتت. اخيرا اخيرا. انت عامله ايه؟ ده العيد فرح على الاخر. ايه الاخبار؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ مش قادر. والعيد فرح يا جماعه، ونور نورتنا، نور من مصر مع السينما قسم رسوم متحركه. ودلوقتي بقى نبتدي الحفله بتاعتنا. ايوه يلا بقى نوري الناس شغل المصريين والعرب في بولندا يبقى عامل ازاي. زي انتوا شايفين دي معايا من سنة أولى معهد، تمام؟ هي صغيرة فسهل إنك تسافر بيها. يلا بينا. ممكن نعمل ميكس بقى اللي هو شوية فراخ، نص فراخ ونص لحم. تعالى بس نشوف الأول. أيوة بقى. معلش ده. واحد تاني بعد إذنك. ماشي كده؟ أيوة بياخدوا مساحة. صح. ده اللي بتركز. بس الحتة ما شاء الله عظيمة. وادي الريش، شايف الريشه حاجه كده شغل فنادق ومليانه لحم وبتاع. وانت متبلها حلو قوي. تسلمي. وادي الحته بتاعت الكتف اللي احنا اتفقنا عليها، حاجه كده شغل فاخر من الاخر. ده حتى ليها شايفين يا جماعه، والله العظيم الاهتمام بالتفاصيل. بيقول لك ايه الاهتمام ما تغلبش.
بس هو ده الموضوع. الفحم لازم نهزه كده عشان يبقى كده، وهي دي الورقه اللي بتولع الفحم كله. بس صح كده يا بطون؟ صح يا باشا، صح الصح يا بيه. طيب كده الفحم مظبوط. تعالوا بقى نشوف بقى الطريقه. بس وهو يولع مع نفسه. اولع الضاني. الضاني يعني عيد. انا مش عارفه تستوي ازاي دي، متلفظه شويتين. نور نور. فعلا يا جماعه الحاجه لما تتبلها كده على الحته بتبقى تفاصيل كتير، قيمه الحاجه بالفعل. التوابل الكتير بقى ده بيدل ان الحاجه اصلا رخيصه، فانا عشان مش جايب حاجه رخيصه فعشان كده حبيت اخلي التوابل اقل حاجه. انا حتى مش ما كترتش ملح اسود، فلفل اسود، ولا حطيت ملح، ولا حطيت توابل كتير، هو بس البصل والفلفل علشان الطعم بس. اوعى اوعى اوعى. انت بقيت مرك التركي دلوقتي. شيف نصرت بقى، ولا تقول لي شيف نصرت، ولا اي حماده بالجنزبيل. احنا مسيطرين. تحية مصر، سوريا، سوريا ومصر ايد واحدة. ايد واحدة. ايوه يابا. يا شباب دلوقتي هشغل اغنية ارفع ايدك فوق علشان نوري الاوروبيين اللي احنا جامدين والدخلوية في اي حتة. يلا فرتكة فرتكة. يلا واو. يا ترى الباقي حصل فيه كده يعني؟ مش قوي. واو واو واو، ريحه الضان يا جماعه. يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي. انا شايف اللي احنا نجيب جريل تالت. صعبان عليا البتنجان اللي انا اشتريته ده بجد. اوكي طب يا رضوان، مفيش بدرونكا قريب من هنا؟ بدرونكا؟ اه البتنجان. اه طيب ايه؟ انت شايفه ايه يا استاذه نور؟ ثانية واحدة، هو احنا نعمل بتنجان بابا غني؟ اه والله؟ طيب قشطة. احنا لازم نعمل بتنجان. لا طيب ده ولسه في حاجة. احنا ليه ما نعملوش على ده؟ يعني مش هيكفي، ما لا احنا البتنجان عايز نار. انت شفتي ده؟ بص. طب بص بقى يا عم رضوان، حط بقى الحاجة في الحلة دي وغطي بالغطا لغاية ما نجيب الفحم ونجي. بس كده احنا تمام. يا رضوان يا نجم يا برنس. لا يا برنس، تيم وورك زي الفل.
على بقى ايه يقلب. فين البتنجان يا باشا؟ خش بالبتنجان يا باشا. والله بينا نخش بالبتنجان يا رجال. وهنعمل احلى بابا غنوج في قلبك في قلبك. انت البتنجان جاهز تقريبا؟ البتنجان جاهز. بص اهو بص كمان بقى ايه نفتح كده الله الله. حط البتنجان مباشره على الحل كده شويه يتحمص. بص الجمال يا جماعه يا خراب يا خراب. بص شايف بقى سامع صوت ده؟ هو ده اللي انا عايزه اهو هو ده كده. يبقى البتنجان ايه على وضعه. ونبقى مجهزين بقى ايه ليمون علشان البتنجان. فبص يا جماعه ادي كده اهو البتنجان فتحناه وحطينا عليه الليمون عشان ما يسودش. والفراخ جهزت ابتدي بقى نحطها هنا. الله 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 عليك يا باشا حبيب قلبي. واللحمه بقى طبعا ايه تاخد الايه الطلعه الاخيره على النار. ونغطي بقى الفراخ اهم حاجه عشان ايه نتاكد انها استوت. واللحمه بقى ايه كده هو ده اللي انا عايزه بقى. عايز الايه اللحمه ايه تتكرمل كده تاخد اللون الجميل ده. ده بالنسبه لي اهم حاجه. واحنا تقريبا كده تقريبا جاهزين. الله 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 الله. هنا بصوا شايفين الجمال شايفين الجمال. بس احنا جاهزين ناكل. يلا ناكل بقى. ايش اتفضلوا يا جماعه في الاكل. صباح الجمال. اللحمه مسويه حلوه. وريني كده من جوه شكلها عامل ازاي. فيري سموز. الله 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 بتتعد بسرعه. طب ورينا. طيب ورينا حاجه كده. اوف ده بجد ده طلع حقيقي ده طلع حقيقي. واو تعالى يا جماعه بقى انا اللي هجرب اللحمه. سو موفيز ماما نو نيه نيه ده باي ميت جوبيا تبنيزيوم زي بجد ماما فبروشا. واو يعني ما قلت لها ايه ده؟ دي فعلا طعم لحمة. You need more time. بص يا جماعة بص 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 الحتة تخن ايه؟ لا برا. You want me to do the fish؟ لا برا برا. انا كنت بشوف الحاجات دي على النت وكنت فاكرها اختراع وكنت فاكرها خيال وفاكرهم بيمثلوا بس ده طلع حقيقي بجد. هو مي؟ محلية فرخة. واو. هلو. تحفة. دوبرا. والتتبيلة شيك. مش واخدة طعم اللحمة صح؟ التتبيله كده على الهادي يا زبالي. تعالوا نجرب الفراخ بقى. ودي فعلا طعم لحمه. واو ايه ده غنوج اهو ما مبروشا بارزونو نيزوتو يشكرتك ببروشا. واو بروشا بروشا زستفتو زستفتو في التصوير واكل علشان الموضوع صعب جدا جدا جدا. بروشا كده انتهت حلقتنا النهاردة. اكلنا وعملنا كل حاجة حاجة مية مية حبيب. صح المتبل البابا غنوج حاجة جميلة حبيبي. وحابب اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. وكده انتهت حلقتنا النهاردة. واتمنى تكون الحلقة النهاردة عجبتكم. فياريت ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. واشوفكم في حلقة جديدة والسلام عليكم.